أنا منتقبة يا شيخ ومش ملتزمة يعني في النقاب، لماذا؟ لماذا يا أختي؟ يعني ممكن اخوات زوجي كده ما يدخلوا، ممكن برضو ولاد عمي ما يدخلوا وعايشين معانا في البيت يعني كده مش قال عارفين. رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والدخول على النساء. قال رجل: يا رسول الله، أفرأيت الحمو، يعني قريب الزوج كابن عمه وأخيه. قال: الحمو الموت. يا أخت حافظي على نفسك، حافظي على نفسك، بارك الله فيك. يعني نساء في ناس يا شيخ لما يقولوا النقاب مش فريضة، خلاص، لما حتى لو سلمنا أنه مش فريضة، لكن أليس بمستحب؟ أليست فتنة أن يراك أخو زوجك؟ إياك أن تكوني مثل العجوز الشمطاء التي خرجت من يومين، عجوز شمطاء والعياذ بالله، يعني بلغ بها الكبر عتيا، ولا تخشى الله، متبرجة، وتقول: ما في نص في القرآن يقول إن إزار الشعر حرام. تريد أن حتى تقول ترفع، سترفع بزعمها وبعمى بصيرتها قضية على من يقول إن تغتسل الشعر حرام. فانتبه لهؤلاء الفجرة الذين يخرجون على الفضائيات يضللون الناس. غاية ما يمكن أن نقوله في النقاب تنزلا، إنه مثلا قولان: قول بالوجوب وقول بالاستحباب، استحباب تغطية الوجه. أما أن تخرج واحدة عياذا بالله إلى الكفر أقرب منها إلى الإسلام، وتقول: ما في نص في القرآن إن الشعر حرام، وتخرج كاشف عن صدرها ونحرها وشعرها وساقيها وتدعي هذا، احذري أنت وأخواتك، احذري أنت وأخواتك من هذا التبرج. ثم احذري أيضا من أحماء الزوج، خطرهم كالموت، كما بين الرسول عليه الصلاة والسلام: نظرة فابتسامة فسلام فموعد فلقاء، ومعظم النار من مستصغر الشرر. انتبهي.